المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الى مشنال جيسبر. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الامور ديالكم مزيانه وفي التمام عن جميع السيدات وعن جميع الحبيبات اللي في القناه ديالي دائما الى مشنال. لاغوسه ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم غادي تكون وصفه مختصه بالصدر تحديدا للتخلص من ترهلات ديال الصدر وايضا شد الصدر ونحصلوا ان شاء الله على الصدر مرفوع ميم طون نكبروا الصدر، لانه بزاف السيدات قالوا لي بغينا وصفات لتكبير الصدر. هذه الوصفه غادي ان شاء الله نعملوها بالليل وفي الصباح غادي نلاحظوا النتيجه ونلاحظوا الفرق كما كنقول لكم قبل وبعد، يعني كيفاش كان الصدر ديالكم وكيفاش ولا ان شاء الله. هذه الوصفه غنحتاجوا فيها جوج المكونات، يعني بمكونين فقط غادي نرفعوا الصدر ديالنا، غادي نتخلصوا من الترهلات وغادي نكبروا ميم طون الصدر. فنتمنى تعجبكم. الا حتى نتوما البنات عندكم وصفات لتكبير الصدر وشد الصدر فخليهم لنا في لي كومونتير، خليونا طريقه تحضير طريقه الاستعمال، بدوري نجرب الوصفه. واكيد اكيد الا عجبتني الوصفه غادي نجي نبارطاجيها معكم في القناه باش هكذا تعمل فائده للجميع. بس ما تخلوش علينا بالبيك لايك اللي عجبتكم هذه الوصفه، ما تنسوناش بالاشتراك في القناه، تضغطوا على زر الجرس او تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع الروابط نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دانفو ولا في صندوق الوصف. ايضا ما تبخلوش علينا بالدعوات ديالكم لانه حتى هي كتزيد تشجعني على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه للقناه. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. دونك اول مكون غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه اللي هو بياض ديال البيض، فغادي نحتاجوا لهنا بياض بيضه وحده، سواء بيضه بلديه سواء بيضه عاديه، لانه بزاف السيدات كيقولوا لي واش البيض اللي استعملتي في الوصفه الفلانيه واش هو بيض عادي او بيض بلدي. فالبنات اي حاجه متوفره عندكم في المنزل استعملوها ولا خذوها، ماشي بشرط يكون البيض بلدي او ما يكونش البيض بلدي. فاي حاجه متوفره في المنزل فهي اللي تستعملوا. انا هنا متوفر عندي البيض العادي فاستعملت البيض العادي، عندي البيض البلدي راه غنستعملو. دونك لو شوا دائما كيبقى اختياري على حساب داكشي اللي متوفر عندكم في المنزل ديالكم ولا في البيت ديالكم. ثاني مكون غنحتاجو ليه اللي هو الشبه، غير هو الشبه كما كتشاهدوا في لا فيديو خديتها يعني مطحونه مسحوقه ومغربله مزيان كما كتشوفوا. فإلا عندكم شبه يعني كما كنقولوا حنا حجره فغادي تشدوها دقوها في المهراس باش كومسا يعني تفرتس. بعد ما كدق في المهرس كتجيكم سهله انكم تطحنوها في المولينكس، وبعد ما تطحنوها في المولينكس ديالكم غادي تولي هكذا يعني بودره، ولكن كيبقاو فيها واحد الحجيرات صغار، ما عليكم الا تسحقوها وتغربلوها عاد تقدموها في هذه الوصفه هذه باش ملي تعملوا بها عمليه المساج لمنطقه الصدر دوك يعني الطريفات الصغار ما يوعتوكمش في المنطقه ديال الصدر، خصوصا انه منطقه الصدر منطقه حساسه جدا جدا. فباش نيفيتيو جميع المشاكل ضروري ما ناخذوا شبه مسحوقه ومغربله مزيان. الا استعملناها في المنزل نحاولوا دائما نسحقوها ونغربلوها، خديناها من عند العطار نحاولوا ناخذوها من عند العطار اللي كيكون ثقه، هكذا يبيع لينا الشبه اللي هي ما مخلطين معها حتى شي مكونات اخرين. فهذا الشيء اللي كاين للبنات، هادو هما جوج المكونات، يعني بيض بيضه سواء بيضه عاديه سواء بيضه بلديه، ومسحوق الشبه اولا شبه بودره. فهادو هما جوج المكونات. بعد ما تعرف عليهم ندوزو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. غادي ناخد بياض ديال البيض ومن بعد ناخد الشبه ونحاول نخلط الكل. يعني كل هذه المكونات يتجانسوا ليا مع بعضهم البعض.
تحاولوا نخلطوا كل هاد المكونات مزيان. انا غنحاول نقرب لكم اكثر باش يبان لكم كل المكونات خاصهم يتخلطوا مزيان ويتجانسوا، لانه يعني البودره ديال الشبه ولا مسحوق الشبه الا ما تخلطش مع البياض ديال البيض فالنتيجه ما كتكونش مزيانه نهائيا. فضروري اي وصفه البنات، راه ماشي غير في هذه الوصفه هاي، تخلطوهم مزيان باش هكذا يكون عندنا خليط متجانس ومتماسك في نفس الوقت. انا هنا غادي نحاول نخلط المكونات مزيان بهذا الشكل. بعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل انتما غادي ناخذ الوصفه ديالنا ونطبقوها على المنطقه ديال الصدر بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو. نحاولوا ندلكوا ميم طون البنات، ضروري ما ندلكوا المنطقه ديال الصدر هاد الشكل هانتوما. بعد ما كندلكوا المنطقه ديال الصدر لواحد المده يعني ديال 15 دقيقه او 20 دقيقه، بعد ما الوصفه كتشرب لينا عفوا الصدر كيشرب لينا لا غوسيت ولا الوصفه ديالنا، من بعد ما كي يعني ياخذ المفعول اللي بغى، من بعد كنغسلوا المنطقه ديال الصدر وممكن نمسحوا بليلانجيت يكونوا طبيين يكون افضل ويكون احسن كذلك. من وراها يعني من ورا ما كنمسحوا المنطقه ديال الصدر ولا نغسلوا منطقه الصدر كناخذ واحد الزويته سواء زيت الحلبه سواء اي زيت متوفر عندنا باش نزيتوا منطقه الصدر وندلكوها. بالنسبه لزيت الحلبه راه كيزيد يكبر من منطقه الصدر بواحد الشكل خيالي بالنسبه للسيدات المقبلات على الزواج، اللي دائما كيسولوني في لي كومونتير احنا مقبلات على الزواج العرس ديالنا في اقرب وقت ممكن باش ممكن تنصحينا باش ممكن ندهنوا منطقه الصدر باش يولي الصدر يعني اكبر واكبر. فالبنات المقبلات على الزواج فالله يسر لكل سيده من هذا المنبر هذا ولا من هذا الفيديو هذا يسر لها الامور ديالها ان شاء الله في حياتها الزوجيه وفي علاقتها اكيد. فبالنسبه يعني لتكبير الصدر في وقت واجز ما عليكم الا تاخذوا زيت الحلبه. بالنسبه لزيت الحلبه انواع، كاين اللي كيكون مركز بنسبه ديال 100%، كاين اللي كيكون مركز بنسبه 50% او 40%، فعينكم ميزانكم على حسب نتوما والريحه ديال الحلبه واش بغيتوها مجهده ولا بغيتوها ناقصه. الا بغيتوها قويه ما عليكم الا تاخذوه مركز يعني بنسبه 90% ولا في 100%. كيف ما ممكن تاخذوه يعني ما بغيتوش ريحه الحلبه واحد 40% ولا 30%، ومن بعد تبقاو دهنوا به كل ليله قبل ما تنعسوا المنطقه ديال الصدر، تعملوا به واحد المساج خفيف ظريف لمده 15 دقيقه ولا 20 دقيقه باش المفعول ديال زيت الحلبه يدخل في منطقه الصدر وايضا يعني يكبر لكم في منطقه الصدر بواحد الشكل اللي هو وجيز وسريع او ميم طون. فبعد ما يعني كتبقاو دهنوا الصدر ديالكم لمده اسبوع بالزيت ديال الحلبه فكونوا متاكدين البنات في واحد السرعه خياليه كتبداو تلاحظوا النتيجه وتلاحظوا الفرق. بالنسبه لهذه الوصفه هذه راه منذ اول استعمال ان شاء الله كتبان النتيجه، كما قلت لكم عملوها بالليل والغد ليه غادي تكتشفوا النتيجه بالانفس ديالكم قبل وبعد، غير بالشبه او مسحوق الشبه او بودره الشبه وايضا بياض البيض يعني بياض بيضه وحده فهو كافي لشخص واحد او لفرد واحد. فكانت وصفة خفيفة ظريفة سهلة مهلة بسيطة ورخيصة وفي متناول الجميع. أهم شيء أنه الوصفة الطبيعية اللي كنقدم لكم ولله الحمد والحمد لله في القناة أنها كتكون في متناول الجميع، وهذا الشيء كيفرحني بزاف من خلال تعليقاتكم واقتراحاتكم اللي دائما كتخليوها لي في لي كومونتير، أنه الوصفات الحمد لله كيجيكم سهلين مهلين ما فيهمش مكونات كثار والمكونات متوفرين يعني بارتو. فنشكركم بدوري على التعليقات اللي كتخليو ليا، الميساجات أوسي أون بريفي اللي كتخليو ليا دائما على دعمكم ليا وتشجيعكم ليا على المزيد ايضا من الفيديوهات والمزيد من تقدم ونجاح والعطاء والاستمراريه في القناه. وهذا الشيء اللي كاين بخصوص هذه الوصفه هذه، وكما سبق لي وذكرت في مقدمه الفيديو او بالاحرى في بدايه الفيديو انه لا عندكم وصفه طبيعيه لتكبير الصدر، كنتو ديجا مجربينهم والحمد لله لقيتوا عليهم نتائج زوينه، فلما لا اكيد تخليوهم لينا في لي كومونتير، تخليو لنا المكونات طريقه التحضير طريقه يعني الاستعمال اون ديتاي يعني بالتفاصيل الممله. وانا اكيد اكيد الا عجبتني لا غوسيت وارتحت عليها وجربتها ولقيت عليها اكيد نتائج زوينه
فلما لا انني غادي نجي ونبارطاجيها معكم في القناه. بالنسبه لهذه الوصفه هذه البنات الناس اللي غادي يقولوا لي شحال من مره نستعملوها في الاسبوع باش نحصلوا على نتائج سريعه، هذه الوصفه هذه ممكن تستعملوها جوج المرات، كيف ممكن تستعملوها ثلاثه المرات في الاسبوع فهي كافيه، ولكن منذ اول استعمال ملي غتعملوها بالليل والغد ليه غادي تكتشفوا النتيجه بالانفس ديالكم كما سبق لي وذكرت في بدايه الفيديو. وهذا الشيء اللي كاين البنات بخصوص هذه الوصفه السحريه المفعول صراحه لشد ورفع وتكبير الصدر اهم شيء. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو تصغير الصدر فاكيد ان شاء الله في فيديوهات قادمه غنجيكم بتصغير الصدر. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله وباذنه كذلك.